بتعمل ايه؟ بعمل زيك، بجلدك. هما مش بيقولوا كده بردك عنديكم يا مرات عمي ولا ايه؟ يعني مش فاهمة. يعني انتي كنتي بتتصنطي على الابواب وانا بفتش في الادراج. خالصين واحدة بواحدة. الظاهر ان الموضوع ده كده يعني وراثة في العيلة، تلاقينا كلنا كده بندور ورا بعض. تبت جليلة ادب. وعرفت منين؟ انتي تعرفي ان انا ضمن عن اخواتي البنات كلها اللي معروف عني ان انا ما تربيتش؟ اصل انا ابويا الله يرحمه وهو بيربي اخواتي البنات كنت انا نايمة فملحقش يربيني. حتى امك؟ وحياة امي وامك. لو انت ما كنتش لقيتي اللي يربيكي انا هربيك يا ريتال. طب وريني، وريني يا جبريه هتعملي ايه؟ ده عشان تعرفي مقامك ومقام امك، وده عشان تعرفي كيف تتكلمي مع اسيادك. انت بتمد ايدك عليا؟ ايه ده بتزعقوا ليه؟ في ايه؟ في ايه يا ريتال؟ ضربتي بالقلم يا ماما. ان شاء الله تضربي بطنك يا بعيده. قليله ادب تتكلم معايا عفش. عفش؟ هو في اعفش منك يا وليه؟ ده احنا من ساعه ما جينا هنا وانت بتتكلمي عفش وبتتعاملي عفش. انت عايزه ايه؟ اياكي تمدي ايدك. يا ريتال يا ريتال.